بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مركا كوباد رأي لهذا حيوة وإنك سوضة هاي جماعة الخير الله يعافيه. مركا حيقا كلمة نبلن صين إن شاء الله تعالى مجالس رحمانية في آيات قرآنية وحين كقعدنا هدي الله يلهده أفر فردبان أو تلقى لي وأفر جماعة إن شاء الله تعالى تي ربي وماشي هذا مركا لما جمعنا مسجدك أنه قبن دونا لما جمعنا مسجدك بلال إن شاء الله تعالى. كلمة مركا آيات قرآن الدورة وكساب سن سونكا بين سكودي ناويه كل بينو كجارنو إنان وحكت تلمان إن شاء الله تعالى ما أنتوا حينوه الرئي آيات الدور كاي أفرت آية سورة البقرة كب الله بنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى آخر الآيات. أيضها أيانو وحي مركا معانيا أما أحكام قرآن كتيرتا إن وحكة المامة إنا سيدا يردون كفا إذي ستو لك عام يقان أو حكفا مكر إن شاء الله تعالى. مركا كوباد وحيم لنا هاي قرآن كإله سبحانه وتعالى بشن بركة سنة إنو مانتو كتير مالك تضبط إنو مرة إنو أيا لسود شيء سيدا أيضنا تلمام الدوران علمتنا أيكو إجماعين قرآن ك من بداية إلى نهاية من فاتحة إلى خاتمته جملة واحدة لغسود شيء في اللوح المحفوظ عند رب العالمين كدبنا بيت العز بيت العز أيال لكيني أصور ميسترا أولق إشيغا إنو السماء الدنيا كيالو كنا آدنيا هاي كعبدا بيت الله الحرم كنا آدنيا هاي وحين تاكدن بيي نبي محمد عليه الصلاة والسلام سي ترتيب ترتيب منجم أيا لغسو الدشيي في 23 عاما وطاسنا والله صعوتا. أما صوم كونو مانتو تضوى إنو مريا بشي رمضان وحال فرض يلي سنة كلابادة هجرة سيدا الراجحة تاريخ ذا ميلاده وحيكو آدني لحبق اللباطني أفرتي نبي حوصوم عليه الصلاة والسلام سقال سنة واد أكتهين وحو حجاب تسانة كي كويت من هذه هجرة أو كبقنا اللي حبق الصدني الصدح دي تاريخ ذا ميلاد قال لي هذا داتر ستاع أيضها القرآن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس إلى قوله تعالى فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أيضها عن فلا يواء لح آيضود ميان سوى أفر آيضود أيضها أفر تعام الشنطة أيينو وحانو كقارنو تلمامنا إن شاء الله تعالى أيدك وبعد أهو الرئيس يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أيضا سأهو الرئيس وحين لنا هاي سيقود وحين نص قطعي كعد هاي صومك إنو واجب يحي صومك إنو واجب يحي بانك كلاوة مجملة ويدوضوبا تهي صومك أسل كيسائي كيفية سائي وضعي سي قاب كله صومي هسأتي علماء المسلمين توحيكو إجماعين لبدا آيادة إسكوحيكا كتب عليكم صيام يا آيادة كدام بيسي شهر رمضان شهر رمضان عفوا أيام معدودات عنده أيام معدودات يا آيادة كورس لبدا آيادة بإني كسو الدقين في صوم رمضان وإجمالك أي قيبت الدم بكتل ما أني يعني دا آيادة وحي نسكتا صريحة في وجوب الصوم لكن رمضان وجوب كيس النص صريح حكمها الله يظهر لكن وحكوا إجماع علماء المسلمين الله بدأ أيضا إنه كسب سنين بشن ما أنت سجالة بشن سجالة ده إسلام ك ما أنك تطبعنا أمر إيسا إنه يتعب على إجماع إجماع هذا مرك قاضي إجمال كي كجرة قيبة الدنب هسا أتى أيضا هكذا الدنب يا عضين دون إجمال كاسودن فصير الدونا مسألة ده لبعض إير على وحوي إلى وحوي كتب يا أيها الذين آمنوا آمنوا إيمانك لغة وعرفا واصطلاحا إيه خلاف كيسة إيه بحث كيسة ومسألة عقدية وحتى كقدر رقتين
كتب الإيمان إيه مباحث العقد العقائدية المباحث العقدية بارتان كذلك سينودينا نتصور مرتين والرجين يا أما كتب عند أهل العلم وفرض وألزم وحلو واجب يلا لو صار دش لقى صار مسؤول حلقة أي الله استعمال عند أهل الأصول ونص في الوجوب ومثلا احتمال وحكى فرض هدي لا يكتب وشيء صار أمد واجب كوا ومرك أباهنين إن نص كلو أوجب ألزم الله استعمال أباهنين تشبيه كجرا كما كتب على الذين من قبلكم علماء وحيليهن وحادعي كرتا تشبيه أنه أصل الصوم أجيره أصل الصوم لغوضه بمعنى سيد الصوم كالذين هو واجب يلي أيا دتك إذن كهر رأي أهل كتاب كسيد النصاري يهودنا لو واجب إلى الصور وحال اسكو شبه أيو وصون إلى الصون لازم مركا نقون ميسو إني سومي تشيرين بش رمضان أنه ما أنتين سومين لازم نقون إيسو محايا إلي صوم با لذن كو واجب يلي أيوغونا ولو واجب يلي دتك إذن كهر رأي سيد الله ساري با الله إذن ساري با الله لقوة ذا بعلومة قاركود ليهين طبعا هذا ما ها رمضان كان لقينا سهران وكلي سومي تشيرين ومرك اللي قاده تشبيه وحلق وذا أصل الوجوب أي اللو جيدا ولو حيدا ما يأصل ك إيا عدد كترضى إيا وقت إيا زمن ك إيا كيفية اللو سومي وين لو ذاك هاي وتشبيه أنت بواتابان إيا ومعنى ذو ما حي بالبين نقو صنع أيون واسومي تشيرين بشا بشا رمضان ويا سقالة السنة ك أيون واسومي تشيرين قابك إنه أصونه إنه أحرر إنه أنا لما يسترنا ساعة دوري طبعا كا أي أسوم يجري حق وقتك وبشا حق ترضو معلمها حق كيفية دي قاب كل أسوم أي أنا أسكمت كأهين أي الله جو ذابي وذادو يدادين هذا ساعتي وين مقارنة إنه أنت بتابنا أي وقتك أي زمن كا أي كيفية دبو تابنا أي دي بينو كتير ما بدونا لكن أجدد الله كان تشبيها كما كتب على الذين من قبلكم وحوي مسلمين تاو حلالية صونكو إذنك الله إذن ساري ما هو واحد كجوني مركينات بسطان ما هو شيء لقى جهري أو غير كاس سمين شري أو ياشا يا أبا ياشا سمين شري أما أمت كهرس كل رقم شرتي أذو واحد بسطان ما ها هدي هرتا وانا قال سمين شري كود يوي لفتركها سدقان ينات كبد يسمي حقابين وعرابين يترترسين مسلمين تاو العرابين دنكالي وحاويان والتسليه قلب قبوتشنو وحالا يدين ساري وان حارس ربي عليس واركنا تتكبوا على ساري جلي وما دين كون ريوا صومك واجب وكو هاي محال دين كون بسنة إسان دليلك وحاتو صاية ملحتك وحاتو صاية آيات الضنب أيام معدودة والا يري جمع قلة الله قد لك وحالي ومال ما ترسان أفرك ترسا وحاد بسنة دوقة سويدان ماها وحوليس ماها أيضو فوائد بدان يحكم بضنب أتكيه ليسا مرك هدي اللي يداهد مسألة صدح هذا يشرع ذو حوي هدي اللي يداهد كما كتب على الذين من قبلكم تشبيه وحو حمبارنا يا صونك وحلو واجب يا لأم مدين كهري وقال صونك الله يدين ساري وحال صار مدين كهري وحنا واجب يدين كوي هاي سدو واجب أوغو أها كوي يدين كهري والنصاري يهودا حق التراضة يا حق وقتك يا حق كيفية دبا حق كيفية دبا مر هدي اللي يداهد آيات قيبتها هو مرك منسوخ بين غنيس كيف إذا محنو كوضنا آثارت يا حديث بابك كتمد وحيت المامين نصارد بشر رمضان صد كذب واجب وقعها إلهي باصارك واجب يلي مالك وردن بيسوم الشرين سان مالك وردن أصرنه هرانت إسلام كو صد رمضان كو أهاب وأيانا كو أها وقبل كو أدور دعوه وأظن أفرنا يهردوك قبطوت ساحته دب دم وحمعني كرت إلى قبل كدم وقد عاي هذا مخرب كسوس عضو كله أظن أفورين بعد يهردك وقبات واضع عضي واضع ساعات ساعات كده بيعشيه بعد صوك عضي وحب معني كرت واد سوميسا صونك بس يسعوني ما سحورا كرت عشان معني كرت أفورك كاقو بيو كل يوم مدي كرت هبين كسودن بعد صومران مالن كدم بردن بعد صومران قبل كدم بعد عين بعدنا يد أفوريسا أظن أفور هذانا هدي هردو كله تكتو لبها بيني واحد ثومي لبها مالمو ساسو صون كوها واقوري مسلمين تنسي داسو كوها قبل كوها دور دعا أظن أفورين عبتان وعمتان حرام بين قنشرين قال ماذا دمر كنا حرام بين قنشرتين أهل كتاب كنا سداسو اسمه بشرين
وماشى مركا رب وليه كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هذين ودان حق كيفية اللوتشيدا كيفية أه قابك أه روحي قبل كوردع كدي من جماعة السحرة أصقون أفورين صون كوسي وضيا قد يدا يدا وا ولا نسخ ما تيم زمان إذا قيبتها كورة آيات قيبتها كورة مركز أساسي منسوخ كن غنيس وهذا يقول أن تشبه وحمبارنا إياه كيفية دي وقت إيه زمن أنتو بقى أنت هنا إلى قرتين بان فيليا مركز إلا نسخ هذا حديث كعمر يكي أصحابي سرما ابن قيس أبو قيس الأورنج ريبا الدليل أه هو شو إسكع ذاي وأنا مش النبي يقول عليه الصلاة والسلام حديث صحيح فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب هي أكلة السحر وحكى لصعي كلا سار صون كيجا هدان مسلمين نهاي إيا صون كيهودي النصارى وحوي إلا سحورته معنى دواء معي مسلمين تواجه رهدي سحران أيقون أفرين وحيسي سوم الجرين هبين كاسودان إيمانك قدام بي يهودي النصارى نصاصة أهان جرين لكن واجد دم بحلوك لبحي صون كمسلمين تا إيا كي نصارى دلوك لصار يهودي النصارى أهل الكتاب إن أنه هذا حتى سيحنا واجد دم بوان سحورين لا أيوة لكن سيدي بيكوتا جين سيدي بيكوتا جينو مرضي جمعان صون كواسيس سعون إيمانك دم روا سومية أما أنه فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر إن سحور طلعونا وي نكي عشدوا دافتو أما أفرقوا دافو سحور بكر سنية أنت واقو بريم بو أنتو راشي أنتو سومية وأكل بحا أصل كهور مركا إنو إسكشة بانين كم دي سنين آياتو تلمانتي كما كتب لقو تلمامي والا النسخة يدان طريقة مرو إن أنت قرتين بإلا تاي وقليها مركا أورانا ينسخ وحقل كرا عبادة بركات وقل كرا ومحانو تشيدا قاعدة أصولية جرتول لسوق الأبسنية وآه هدي عبادة شرط أيلي ذا إلا النسخة وحلقة بدلو شرط قاسي موحو ساميني عبادة أوران وعبادة والا نسخة لأوران مسوحة لأوران إياها بعض العبادة لنسخة هدي عبادة حكم كمدة إلي ذا أما شرط كمدة إلي ذا لنسخة ما لأوران إياها نسخة وحو الله بنا إياها إلى أصل العبادة مسوحين أورانينا بعض العبادة النسخي هداد تراهضو سيدي بعض الأسلين قبان شرط عبادة الدين لنسخو وحين أورانينا عبادة رنبا لنسخي وحوراني سآيات دهورو رنصون كي شكتي ومنسوخ كتب عليكم الصيام كما كتب على من قبلكم لعلكم تتقون ومنسوخ وحكا آيات ده حكاها ليسي صون هدين لغقم أفركا سيسعوني شرطي أها مركا وإن أذن ساحنين أنت أتك أفوريسو هداد ساحة أذن أفورين صونك وسيجريا شرطي أولا بدلي صوما هدبا نسخ الشرطي من نسخ با لأصل العبادة هداد قبطو حالي آيات قيبت روا منسوخو هدادا قبلنا وحالي هذا صونك حوالا من نسخيني صونك أسل كيسي لمن نسخيني وحالا بدلي شرطي إيو حكم كميدا لبدلي مركا بحثي أصولي أنا ماشي وكجرة سيدا راجح أنا وحنا نقول قبل سنة إن أنا عندنا هنا صون كي حكم كمدة شرط كمدة على النسخة موييني أسرق ورنب على النسخة أسأل كيس أورن مين مثلا أفراد نور رعد وعوي فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر بحدك كجرا تفسير قوات تقانان ومبان إذن تتلمام إياه وحال سكو خلافين مسافر كأي مريض كروح الصعود إذا صعداء كأي مريض روح عنون سن مسوق لين خطاب كوريها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كجرا مسكم كجرا كوا قال لي الرسول بالرمية وربي وحويد كوا أجيبي إلي إن الصنطان خطاب كأي هذا النوع عزة روح المسافر كالسعودة لي بشر رمضان دح ذي هذا أما دح ذا كعوري أما بالله كعوري أما هصو وتو شعبان بهصو سفر هذه إياك حنون سن مسوق لين وجوب كهورية خطاب كهورية كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم مسوق لي جمهور أهل العلم وحيلين ويكجيران محيل كو ومسلمين ومؤمن يا أيها الذين آمنوا والليلي وبالغين عاقلون مكلفين ويكجيران لكن إلهي بأن حريصي الرخصة لسيي فعدة من أيام أخرى لما المكر أن رمضان صوم رمضان إسكاء فرا خيار بلسي إن صومان
iyana iska afuraan idan sidaas ay wadaada ku tagen waa raayo jumra cilmiyeed qabta waana sidaas saxan qoliyo kale waxa yiraahdeen musaafir iyo mariid hadalka ilaahay kutiba alaykum musiyam ma baso galinba mana ku jiraa limada waxa yiraahdeen marka alleed faman kana minkum mariidan aw ala safarin jumhuri marka rabta inaad musaafir iyo nin xanuunsan oo bukaad soo gelisan aayada qaybtooda hore ayadan dambe waxaad ku qasbantay inaad wax qadartaan faman kana minkum mariidan aw ala safarin fa aftara bal qadari zambidaade ma ifaanta waxa wada u jeegan ka dooday fa aftara qadariisa oo afura waxayna waana marka taqdiirka asaga ana al aslu adamu taqdiir asal waa maxayna waxba la qadarin ayaduna dhaahirkeeda lagu socdo oo la yidhaahdo muslimiin ay soomba ilaahi idin saaray oo maalmo koobana sidii dadki idinka horreeya sooma laakiin ruuxa musaafirka ama xanuunsan ee buka maalmo kalaa laga rabaa ee ramadaan lagama rabay noqonaysaa bay leeyihin way kala duwan tahay kulligiin ramadaan baa waajib idinku ah laakiin kii xanuunsada ama socdaala ramadaanka inuu sooma waajib kuma aha wuuna soomi karaa laakiin maalmo kalaa laga rabaa oo khiyaar la furo iyo maba soo gelin marka horeba ayaa la isku hayaa maba soo gelin nimanka kule waxay leeyihiin al aslu cadamu taqdiir jumhuuri waxaadna odhanaysaan faman kaana minkum maridan calaa safarin ninkii xanuunsan ama socdaal ku taagan kadibna afura maalmo kalaa laga rabaa facalihi ciddatu min aman ukhar baad leedihiin maba an waxba qadar maynayda wax la qadaraya ma jira aayadda waa sideedii dadkii guud baa laga hadlay gooni waxaa loo saaray musaafir iyo marid xukunkooda gooni baa loo sheegay inaad macnaha faanteen baan u malaynaya alu dhaahirku marka jamaaca min alfuqaha waa sidaa qaba laakiin qoliyaha dhaahiri waxay ba yidhaahdeen oo intay ka dareen oy ku fogaadeen mabxadka asaga iyo waxay yidhaahdeen ruuxa musaafirka hadduu soomo bisha ramadaan isagoo musaafira kaba asixi maayo soddonkii baad soontaadoo musaafira kama asixin soddon beri oo kalaa laga rabay yidhaahdeen oo maxaa jira waajibaan laguu darsanin baad faraha la gashay faduul wey waxaadu fawdal wadaa yaa kuu diray yaa ayuha aladiina aamanuu kutibaa la yidhi kutiba maada soo gelin bay kuleeyihin xaggeen ku jiray faman kaana minkum maridan calaa safarin fa ciddatu min aamin ukhraad ku jirta marka nin iska sunaystay baa tahay soonka walwalgu leeyay ibn xasan baa ku dagaalamay daahiriya halkaa maray laakiin fuqaha ku taageersan baxdiga wuu jiraa hore ah in musaafir iyo mariid aysan khitaabka hore soo gelin laakiin qaybta ah musaafir hadduu soomo soonka asixi maayo waa hawl ku gooni ah daahiri wax ku raacayna ma jiro lagumana raaci karo wax lagu raaci kara ma aha alaslu cadamu taqdiir waxay ku xoojiyeen axaadiisi odhanaysa laysa min albiri an tasuumu fi safar wanaag iyo sama ma aha inaad soonta idinkoo musaafirin oo socdaala adilada sodan waxaa lagaga jawaabay oo lagu yidhi taqdiirka annagu aanu qadaray aan leenahay fa aftara ma aha waxaan bannaanka ka keensanay wixii loo yaqaan laxnul khitaab weeye qur-aankuna waa ku badan tahay carabiduna waa buux iyo timbaal bay ka tahay waa usluub la yaqaano carabi ah oo wixii loo yaqaanay taqdiiru maa laa yatimu lkalaamu ilaa bihi tasxiixan iyo iqtidaa wixii la odhan jiray muqtada alkalaam wixii la odhan jiray baabul iqtidaa baa laga daalatul iqtidaa baa usuulka lagaga hadlaayay way ku jirtaa qur-aankana waa ku badan tahay idrib bicasaaka alxajara fambajasad maxaa ka horreeya marka meesha ku jira ushaada ku dhufo dhagaxan baa la yidhi kadib way burqatoy way dalacday mise dhufasha meesha ku jirta ay fa darabaa ku jirta daraba nabi muuse iyo axadkii loo dirayba ushiba meesha ku dhufta kadibna hawshii baa socotay wey marka faman kaana minkum maridan aw calaa safarin fa aftara waxay la mid tahay meelaha idinku aad qadirtaan darabay wixii la mid a qur-aankana tif bay ka tahay timbal bay yidhaahdeen siyaaqul kalaam baa keenaya qur-aanka tusahaya waa dalaalo la yaqaano wixiinu marka waxba kama jiraan bay kuleen daahiriyo midda kale qur-aanka aayadda qaybta dambe ayaa tusto yuriidu llahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum lcusra inay soo galeen musaafir iyo mariid aayadda xukumkeeda ku jiraan hore laakiin takhfiif iyo fududayn iyo dhimriin naxariis looga khafiifiyey buu ilaahay tilmaamay
iyo axaadiisii fi saxiix ahayd xadiid abi saciid baa ka mid a nabi maxamed baanu la safri jiray fa minna asaa'imu wa minna almuftiru fa kaana almuftiru laa yuciibu cala asaa'imi wala saa'imu muxuu ah laa yaciib cala asaa'im cala asaa'im walmuftir xadiidka garanaysan falaa yaciibu saa'imu cala almuftiri wala muftiru cala asaa'im ka soomanna muusan la yaabi jirin ka afursan haddii socdaal iyo safar lagu jiro midka afursanna muusan la yaabi jirin ka sooman nabigaanu la soconay oo sidaa nagu ogaa yuriidu llahu bikum lisna rabbi waa yidhi marka haddii safar lagu soomo uu dembi yahay ama soomku asaxaynin ama uusan iga gudaynin nabi maxamed baa ummadda ka qaban lahaa loo soo diray inuu kitaabka ummadda fahansiyo uu faahfaahiyo qadiyadaasi intaas kaga tahay masalada ii raacda waxaa weeye xaddu safar iyo mariid faman kaana minkum mariidan aw calaa safar baa la yidhi mariidkii ismi faacil baa laga cabiray safarkina aw calaa safar baa la yidhi calaa janaxi safar ismigu faacil ama ismiguna asalkiisu wuxuu keenaa thubuut iyo luzuum meesha masdarkood la idlaaqo ismu faacil baan u jeedaa masdarkood la idlaaqana calaa safar la weliba calaa la isticmaalana ay dhici karto inaan markaa ku taagnahay ama aan bilaabayo oon curanay inta way ku iman kartaa marka ismiga faacil baa ka dhawaan badan oo ka xoog badan meesha laga cabiray u calaa safarin la yidhi hase ahaatee fuqahadu way isku maandhaafeen safarka soon loo furi karo sidoo kale xanuunka soon loo furi karo ee cudurka ah cudurdaarka kaa ridaya wujuubkii soonka kaa ridaya qaacida marka la odhan jiray alakhdu biawaa'il asmaa baa meeshan imanaysa alakhdu biawaa'il asmaa wadaadda taabiciin iyo saxaabada waxay yidhaahdeen xanuun kastoo ruuxa muslimka hadduu soomo uu arkay inuu dhibayo haba yaraadee yaa loo afuri karaa bay yidhaahdeen safarkuna sidoo kale intuu doonhaa la ekaada wuxuun safar la yidhaahdo hadduu meesha yimaad waad afuri kartaa inuu dheer yahay oo 200 kilomitir yahay inuu maalmo yahay inuu maalin yahay shardi ma aha alakhdu biawaa'ili alasmaa baa la yidhaahdaa yacni maa yudlaqu calayhi ismu asafar maa yudlaqu calayhi ismu almarad waa loo afuri karaa jamaaca min ataabiciin hadday dhaga xanuunta way iska afuri jireen far hadduu xanuun suul laga qabto way afuri jireen ilig hadduu xanuun way afuri jireen jumhuur ahli cilmi waxay leeyihiin maradku waa saddex qaybood mid soon iska daaya nafbaxaalba ah iyo mid dhexdhexaadu aad kuu dhibaya laakiin haddaad isdhibto soonka waad soomi kartaa laakiin dhib culus iyo rafaad baad kala kulmaysaa iyo xubuu samboor yaroo kugu kacay duro yaroo kugu soo booday gowsku yar xanuunahaya ciddi ku jabtay qandho yaroon macno badan lahayn marad khafiifa mutawasid iyo marad shadiidu aad iyo aad u xoog badan waxay dhaheen midka khafiifka yasiirka waa caado bini aadan lagama waayo in ruuxu iska xugu bukaansoco iska noqdo oo xugu dhukubooda culays ma laha madaxa ku yar xanuuni baandhool yar baad iskaga baantaa ama koob shaad cabbi jirta baad yar weyday barqanka xugu waad ku dhufan jirtay baa uun ku garab maray wax culaysa ma jiro ka waa la iskala lowdi waa lala soomo yidhaahdee soonna loo furi maaye kuwa alla sheegana maay dheheen mariid ma tiidi adu maad waad fayooday leeyihi fa anta saxiixun oo waxa yahay muxuu yahay waa hawl bini aadan lagu yaqaano waa iska caado rageed bay ku leeyihiin marka dhexdhexaadka ah iyo midka lafajabiska ah labada unbaa cudurdaarkii soonka looga tegay lahaa abay taagan yihiin ama nimanka horey waxay alakhdu biawaa'il asma kullu maa yudlaq calayhi ismu asafari waalmaradi fahuwa mujawizun lilfitri bay taagan yihiin shay walbo xanuun la yidhaahdo bini aadankan loo daynayo ma xanuunsan tahay haa iska afur laanno xanuunka adigoo ku dhibaa inuusan ay dhibin baa laga yaabaa labadeenna mid kale dhiban aw cabdi inuusan dhibin baa laga yaabaa waa la kala gegsi badan yahay isku tabar lama aha hargabka yare adigu ku qabta eed iskala socotidan dareemayn ninbu dhulka dhigaya isbitaal u galaaya dadku isku tabar ma aha isku awood ma aha isku gegsi ma aha isku xanuunna ma aha dadka ha loo daayo waxay iyagu u yaqaanaan safar iyo xanuun ha u afuran culayskan iyo ciidhigana ka daaya ilaahayna wuxuu uhi yuriidu llahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum lcusra hawlahaad xidheen dhib bayba keenaysaa bay yidhaahdeen khilaafku halkaasuu ku jiraa waxaa kaloo ku jira qaacida la odhan jiray shay walba kullu maa lam yuxadad bisharcin walaa bilugatin rujca fihi ila lcurf shay walba oo kitaabkeenna ku yimid qur-aanka ama sunnada ku yimid
oo lafdi macna leh xugumna ku xiran yahay ah hadaan lagu cadeyn luqada xadkiisa iyo qadarkiisa lagu garanayn sharcigu Nabi Maxamedna uusan cadeynin qadarkiisa intuu dhan yahay waxa loola laabanayaa caadi iyo dhaqanka bulshada muslimiinta waxa loo oranayaa war maxaa safar u taqaanaan waxaan safar u naqaanaa ilaa mingi baan safar u naqaanaa waxaan leeyahay fa anta musaafir ninki ilaa mingi u safra soonku uu furi karaa ilaa siiga ka warrama jujabi magaalo maxay ahayd jujururba halkan maxay ahayd halkana ka safraysa ilaa siiga maxay tahay safar ma samsaa curfigii caada reer Yurub safar miya dhaqankeenu ma samaa safar ma kijabi iyo kijadana kijabi iyo safar baan u maynaya mutadabatan ba hadaydu inta boqol ha noqoto reer Yurub marka kijabi baan gaarahay waan safraya ninku ma oranayo ma taa mise maaha mise waa qaldanahay tagsiilayaasha awe Cabdiqaadir ayay kijabi safar ma soo maaha awasas yani jid laami waa iska furan safar looma yaqaan safar waa gaari soo kale iyo mingi oo kale iyo hawsha loo sahay qaatay la dardaarmay bari hadan iman waa reerki bilgis hawlaha way kijaab laakiin waa daqaqan way reemigu way kale yaqaanaan ninki hebel ma socdaalay mise uu joogaa uu joogaay laakiin yar hada qamay ku leeyay reer u dhow oo shanqadhoodu u maqlo yar gaari waxa reerkan uu ka soo laabto galabta maanta la hargalo casr gaaban uu ka soo noqdo ama fiid uu ka soo dheelmado reemiguna safar way kale yaqaanaan iyo daqaqan mid advantage idan kullu ma lam yuhaddad bi shar'in wala bi lughatin ruj'a fihi ila al-urf wal 'ada safar kun wasida 80 km 80 iyo kow shaafici iska goostay saddex maalmood ay xanafi iska goosteen yawm wal layl ay qulay iska jaan goosteen hawlahaasna iska daa wixii safar loo yaqaan urfigna caadadeena ayaa safar oo aayadu ay ka hadashay faman kana minkum maridan aw ala safarin hanun kul wasido kale hanun khafifa oo iska lacib saqiira iyo mid dhexe iyo mid culus ba jira ihtiyadan lil ibada ibada anagu marka u meeldayno u turayna wax yar iska dhag hanunka ila ku qadan qada iyo xogow naqas ku sanka ku yar xiran iyo hawlaha loo afrimaayo marka khafifka yasiirka wa mashaqa laazima للصوم مشقوينك هو لبا قيبود مشقه عباده انت بدن ان لا سكنو كهدا يا ديب عباده لازمون لغا واين غالبا مشقه عباده لازمته انت بدن ان لغا واين ما كانت فودين يا تخفيف حنونك يرك يسيرك روح سومي لغا ما وايو بنا ادن لغا ما وايو انت نهدين ولبا لا فيري ميل بحنونيس نين دبرك لغا هيو نين مدخ بحنون هيو nin ay shalay kubad u ciyaaray ju ka soo gaaray ilaa dhanyar atiine nin wal meel ba xanuunays nin xalay gaas ka qaaday suxuurti soo sida ma maradka yar ee khafiifka bina aadan laga ma waayo soona laga ma waayo ka yarka marka yasiirka soonka loo furimay xanuunka dhexe ama culus aynu ku dayno maxay yeelay waa mashaqa yasiira laazima oo laazimta ghaliban lil marad wa safar masalada ii raacda ee lixaad waxa weeye intana ka tagin qaacida kale ayna ku jirto masalada safar wal marad oo qaacida loo jeeyay al-i'tibar wal madinata wal ghalib la liswar an-nadir ruuhi loo dhan jiray weeye safar iyo marad ba waxa lagu qiimeynaya oo ilaahay fursada u fixiyo lagu ku qiimeysan yahay bini'aadamku ghaliban xanuunkuna waa dhiba soonkana ma xamili karaan markay xanuunsan yihiin safarka iyo socdaalkuna ghaliban waxaa laga fishaa oo laga maleystaa dhib iyo rafaad saa darteed ba maadaama socdaalku iyo xanuunkuba mashaqo uu leeyahay loo fasaxay oo muslimiinta cuurdaar loo siiyey haddii la helo niman safarkuba dhibaynin oo dalxiis buu safarku u yahay oo nagaadi iyo safar buu u siman yihiin waa boqor matalan waa wasiir diyaaradda dhexdiisuba loogu sii adeegahayaa wuxuu doonuu iska helayaa xaafaduba ku dhiban yahayba socdaalkaasuba rabaa ninka ma dhahayna maadaama uusan safarka ku rafaadaynin dhibna uusan kala kulmaynin asagu wuxuu ka dhigan yahay ruuxaan safrine soonka ma burin karo kamana tagi karo moranayna maya dhihi maayo waxaan leenahay safar maxaa laga fishaa siisuba dhib iyo mashaqo iyo maxatarako idan dadka gooni loo fiirin maayo ruux walba la eegi maayo iskii waxaa la fiirinayaa si guud haddii la fiiriyo
صون دب كفلو عفوا سفر سفر دب كفلو حنونا إن صون لحميل كان كفلو تاسع وحلو قد يصير لأي ما هيو نول بقولي ديسا ومشى نورنجر العبرة الحكمة إنما تراعى في الجنس لا في الأفراد قاعدة أصولية وأنا قاعدة فقهية وأنا مبحث مقصدي وأذو قيمة بدن عبرة هي حكمة وحلقة في ريا سيدة غالب كا بن آدم حلوية قالنا إنه صبر حمية هاي بن آدم حلوية قالنا إنه حول جعلي هاي إلي مزادي لهلا شيخو نين أصغو الصبر حولنا عن جعلين ورانو بن آدم بان كهلا ينين كان قوني دا يوك هذي بالله العبرة إن الحكمة إنما تراعى في الجنس كركا قبشو كركا لقيا لا في الأفراد والعيال نبا وحد كوري أنا وخمرة حارني جماعة محجرة كم وصر قاموا بي كم رم أنا وخمرة كم وصر قاموا من أبو علي بن سينا الأورنجري فقاد الريح أنا في يدين وكافر ذكي وقال عقل بدن بدين نك أصدق وحيد أنا وو خمرة وحالة حرمة تك صر قامة قوة عشر دع دعه أنا وهدان عبسيدي بيه هدان عبين بق وأنا أقول لهم أنا 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 إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة في البغضاء عفوا العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وحوري صدح العلماء أنا أقول لهم وأنا أقول لهم أنا 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 ضد الله ما دق الله ما ملا أنت أرض ضدك ما دقرهم مرة قال قيوم سيدنا قوم بقان سيسان أمير بن كنت كذا عداو يا بغضاء يو سد عن سبيل الله يذكر الله من عني وما كنتوا هذا باش وأنا ويب بنان طيب ما حد قال لي ما حد قال جوابي قاعدة إيش جاب أصله إلهي مرك شيء حرم يو وحوف في ريا بلشدو عذرك كوبان يسيء بطن طيب ما إجو فردي فردي روح روح لو ما إجو هذا ما كان أدلية هاي قارن بانو قادنا هنا دو غير جول بتجي زي جيد حلا أنا جريه بلا هل مليون بانو قادنا ناي مركم حد أسوق قاد هل كم مليون غريه بلا أهم بدك سوق قاد هدو بدك قيبن دون تا مليون كم مركات قادة يسيء حلق تونكو أسوق رزم حد إيجي سي سجود غير كبيش أذكر كفيرس أحكام تشرع له واسيرة سجود بالله دجا كتب لإيج مايا أو حسني أو جدي من الله فيرن ماي ضد كذب حكم تعداد دينا والله بقنا بهايا أبو علي مركم حليدي نينك أيدي بيسي إسكو حارة هاي مركو باشا كبرو صدق حارن أوقات هاي بأذوقنا حارن كأقات تعداد دينا ها بقنا بما سيف باتقنا لو بنا يستوي ومستحيل وكو قالوا بهايا قاعد أنا ساقو برادوك وحيسو هذا مثلا اللي حد مسألة لحد وحوي وحالسكم من رافي ماشاء فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر بحث قلبك بندابة كتيرة ننكي رمضان كي هوري مثلا لو كوني لواتنيو كودي وكود رافي عدور دار وكود رافي كدمنا رمضان كي لابد أصوغ ولو كان هذا أين نجون لو كوني لواتني لابد أين نجون أصوغ علي أسوه ولق الله ينين ninkaasi waa laba qaybo hadii cudur daar uu kugu dhaaf ramadaanka hore oo xanuuna ama safara ama cilad kale ah adoon wali qadaynina oo kii labaad soo galo laba midun baa tahay inta u dhaxeysa inaad qallayn karto ku suura gasho iyo inaysan ku suura galin inta u dhaxeysa adoo qallayn kara oo soo koro gudi kara hadii kii labaad kugu soo galo waxaa laga rabaa inaad ka nasoonto yasuumu al-hadira wa yut'imu kulla miskeenin muddan li kulli yawmin min dhaaka as-sawm al-fa'it wa yaqdi al-fa'ita fi sanati al-muqbila sidaas ay culimadu xukumeen soonka hore ee adoon wali qadaynin kii labaad kugu soo galay adoo soomi kana adan soo soomin horta kan taagayun ku dhaafina la imu kana soomaysa مالين والبو كان كميلا وحضر عيني سا كيلا بري سام الراشينة فيديا لغا ربا والغو قناحيا صنك ورمال مهيسي صدن كيسي مال موت دولا باتين سغال قرد ماضي لباتين سغال كيلو الراشينة ايا لغا ربا ومر كان على أصل الشافعي قصو عنه مدة هنوي
هدي على أصل حنفية وأهل العراق وصعونا ونصف صاع نصف صاع وهل كيلي يبرد أما اللبن كيلي كده وانيسا والرشين على قربه مركو الصون كان أضم ما يزو في دي كي هرنا أض بحسو أيها دنا مر لبات صوم يسا صون كاتجي هري صون كاتجي حكار ربا في دي إيوه قد كان واد صوم يسا مذهب كاس ومذهب الصحابة ومذهب أبو هريرة فطوان شري عبد الله بن عباس ابن عمر جابر ابن مسعود يا علي أيا لقوريا ننكل أورنجري فقيها يحيى من أكثم لأورنجري الله وبقى الأفرطني الله بدأ أن توحيد ولم أجد لهم مخالفة من الصحابة لحذا وذات بها فطوضي وح صحابي وخلافين مجشروا مذاهبتنا سداسة كراعين مالكية ذا شافعية ذا حنابلة ذا ليث أوزاعي ثوري جمهور أهل العلم سداسة كتاقين رأيك صحابة أي مرين جمهور أهل العلم أي كراعين وح خلافين مجروا أن حنفية كأهين إيه وذات كان نجي بحوها أبو إبراهيم المزني إيه بخاري أو صحيح ست لما من رأيك تاجر سني لقفا مترجمة ديس إذا وحنفية إيه مزني بوحيقة بانكلية في دي مجرتي صون كورونا واتق الله إن كان واتثوبي إذن مذهب الصحابة لا مخالف لهم حدثكو غين إن اللي صحابي صدا قطة غير وح خلافين الجن وذات كوري إمام كعدي ابن عبد البر يطحون ويسوق قوريا أنا أحد خلاف الصحابة وسنجرين فصار إجماعا سكوتيا سيدا الراجع وإجماع حجاوي نيو والبو مركز صون كهور عدور دار كدافة رقية الضمر بقى ayagoo soo qallayn kareena aan soo qallaynin kii dambeen maanta joogna uu ku soo galay fidya laga rabaa hadii hadaan ramadaankii labaad uu galo ayagoon wali qallayn xaqna qallayn kara xisuub bedelaya dhabal sudan maalmood iyo waxa laga rabaa 60 kilo raashina soon koro la soo dhaafay muxuu noqday kiilo laga rabay ganaaca kiilo labaad baad ana yimid كيلا بادو جناح كيس دحات باي يمت ميس دحات وجناح بال آذن سو من صدح صون أذو قلين كر أذن قلين وحسب بدل إذا ما علمه دو سيد أتاعون الله قلي أي واجب تايو سعاشين كيلو رشينة ومر كان كوي يريو شم بقولو كيلو رشينة كوب قدر لقى يابا ثمان رمضان يسود رمضان أو دوريتني زينتا بريبة سوم الدون تايس كسب إسكاب بشوك سادو كوب دبي لباتن رمضان لقوب قدر مقا كيلو نقرس way badan karta marka ra'yi al-hanafiyya iyo muzani oo inta badan ba ku waafaqan masaa'ilka aqyisadu u baata iyo aaraada u baata inta badan ku raaca aad ba iyaga oo la doodi jiray marka uu ku taasuray ra'yigooda waa dhaifa weeye saxaabada meesha maran isku raaceen kulli wada waa ka sugan tahay muran lama keeri karo qoliha wahabi oo isku dhaban ra'yi hanafiyada ay qaataan waxay u qaateen ma garanin wadaadooda ra'yigaas ay inta badan fatuwadaan laakiin sida saxda ah waa ra'yi jumhur al-ilmi saxaabadan ay ku tageen misal kale oo misal ku saabsan ramadaanka uu cudur daar buu kaaga tagay xanuun iyo wixii la halmaala adoo sida u xanuunsan oo intaba aynu ku suuragalin inaad soo qalaysa aysan ku suuragalin bilihii la soo dhaafo dhanba ayaa soonka labaad ee maanta joogna soo galay adoo soomi kara laakiin kii hore jaanis u waayay شعبان مالمي قدام بي إلهي كعافية شعبان مالمي قدام بي با صفر كان نصطي صونك كلا صوق غالي عدر دار با هران كو قد آفي أدو ين كو سورة غالي ناد قل يسونا كي كلا صوق غالي محالة سمينية مدائب تأيو حيث مركا اسكو راعين قدوم با لغار ربا افيديا ملها قدوم با لغار ربا افيديا ملها محايا إلي عذردار كبا ولي تابنا كوم سورة قينا قال الله يسو ماذا انت عدين من الله يبا عليس كاقيمت مقادر باك وقهب ستي قال الله مبان كاربنا سدا سيدا هذين في دل ما بانا يدا هذين مذهب لكن خطر اجرا والله قيا ما انتنا مقل إنسان مذهب خطر اجرا هذي سون كور عذردار كور دافي انت كد حيسينا جانس اتفق الله يسأل ويدو عذر دارك ولو اوكو هايي كي لباد ادو سومي كرانا اوكو سوق قالو كان لباد باد سومي ادى اتاقن تي حاضر كا كي هورانا قد الله قامر هي فيديا بحنا يسابي جماعة من الصحابة باكو داي فيديو باد بحن
لا قضاء وركم يدفانتي ابن عبد الحلو وقول غريب لم يذهب إليه أحد من علماء الأمصار واجيب كيسة نجي الحافظ صلاح الدين العلائب إلى سون واسدو كلمة تخرطه وكعر وحلو عري قرن ما يبول ابن عمر باقبة ابن عباس بكسوغين هاي سعيد بن الجبير إيا قتاد بكسوغين هاي لبا التابعية لبا صحابي بكسوغين ولا مخالف الله منا وخلافين ما نارك وذا ده دنبان كاهي وانا رأي في عنه أسهلا هاي dadku qadoo isku gargaaray iyo haween farabadan oo koobsha ku dhinban iyo waayo la ku dhinban iyo qoliyiina songorta la daala dhacayo janis badan ba meesha idin ku jira janis gamcuya ramadaan koro wuxuu kugu dhaafay cudur daar adoon wali ku suura galin inaad qallayso iyo kii labaad soo galay madahib al-arba'a ma isku waafaqeen fidi markaan lagaama rabo waxa laga rabaa kaliya qad laba saxaabiye laba taabiin waxay qalin ku duugeen qad lagaama rabe fidiye iska bixi kana inoo soo kana soo kiirna fidiye bixi hore u soco ma hore u socaydan la fiican mise maya qad laga rabo in la fiican hore u socod rabtaan maadu dooratay hore u socoda ma saxaaba jacayl bay idinka tahay mise xoogaa soo kaad ka carareysa sahaba jacaylaha idinka dhigo masalada way jirtaa iska ku baraaruga quraanku wuxuu sheegay xukumul xaid quraanku ma sheegin faman kana minkum maridan ala safarin kitabka rabbiga xaidayna fasama sheegin laakiin gabadha dhig dhalmeedka qabtay midda xaidada nabi maxamed ba cadeey midda xaidada ah nufasadana culimada uga qiyaas qaatay laana waa fi macna xaid bay dhaadeen idan nas nabawi ah iyo qiyaas cala mansuus baa lagu sugay labada xukumna sida u faamo oo indhaha u kala qaada Aisha xadiidkeedu waa sax kunna nu'maru bi qada'i as-sawm wala nu'maru bi qada'i as-salah wa ana ajma' alayhi al-muslimun gabadha xayidada ah soon lagama rabo markuu soonku kama asaxay xataa ma soomi karto markuu soonku taagaya laakiin markuu dhigo ka go'o bay maalmihi dhaafay soo qadlayn inta joogtana way daba qabsan inta ka gaadho soonkana way daba gooso wixii dhaafay waa soo qadlaynaysa لكن حيض الصوم كما أصحابي نبي محمد حكومة مسلمين وكل إجماعين أما قبل دقيقة المات كقبطة جمهور هاي العلم قب الصوم بالغ الربا وحامرية مرضع الصوم بالغ الربا تاجن وحيلي وحيل مت هاي حيض إلا مت هاي قبل نفسدا لأن النفاس كقول لجيسا وحيا دين ليك الري وعادي حيض الري يعني وقذا مركي قبل ده شيء من مركا نفسية حيض واسك حكم القاسي تاجي masalada marka sidaas umbaynu kaga tagayna waxa isu haray faman kana minkum maridan ala safarin fa iddatu min am akhar maalmahan dambe la qadlayn doono ama xayid ha qadlaysa ama nufus ha qadlaysa ama musaafiray madama maridayn akal la yimaade ma badal ba misawa asal wa bahthi ma shu kujuru muhim in ad faantan u baahan matalan adoo musaafir ah ya son soo galay صدق كبري بوا كنا في هذا مسافر ماذا نسومن وأذكى سعوتي أنا ثوق اللي صار بتاع ما بيل أنا صنتم بالغ ربا بيل بلا تقعد على سعاي لواتنا نقطة صدق هن نقطة لغا ربا مسوى حقصة أنا في رزق صنك كنا في مصدق ما الموت بكون ما ذي مس لواتنا سعاي بري بكون ما ذي فعدة من يوم آخر هذا أنا وبدل هذا هذا هه waxay beddel ka tahay maalmihii soo noo ku dhaafay beddel ka tahay asal madax banaan ma waxa laga rabo inaad beegsato soonki hore meequ aha 29 maalmood buu ku dhamaaday waxa laga rabo inaad toonto 29 maalmood shawaal baad soon bilaabi 29 maalmood ma kaad toonto shawaal haday sodon ku dhamaato maalinka sodon aad u soo meesto waa iska deyn kartaa waa hadan dhana waa beddel hadan dhana waa asalna waa maxay وعفر ومر كان أنا وأصل ومر كان أنا وأصل وحاوي ومدح بنايا وحمل الغربة بلد على تي إن الله تماده هذا ترى وبدل تي هرم بعض يا جانا إيش أنت يا ده صدنا هاي صدنا بتسومي هذا اللي لاتين سجال هيدنا لاتين سجال بتسومي هذه اللي هو أصل مستقل أنا وحمل الغربة معلم مدح بنايا إن الله تماده وترى هذا معلم كنا فين هذا بيل كنا فتينا
bil dhalatay in baad bilaabi oo soomaaysa eegi meesha masuudan bay ku dhamaanaysa masalatan sagaal eegi meesha soonka hore laatan sagaal baa masuud ma eegaysid waa asal mustaqil alleeda maalmihii ku dhaafay baad qabsan bil waa bile bil dambu baad soomi ama muharram han noqoto ama shacban han noqoto ama shawaalidul qaada han noqdo baxdigaana meesha uu ku jiraa waxay soo haray masalada ee u dambaysay in rabay inaan ku gabagabeeyo ee soonku uu ilaahay meesha ku sheegay oo kutiba calaykum siyam la yiri min haythu luqa iyo curfi aanba soon waa la yaqaanay saa darteed baan loo fasirin dadkii ugu horreeyna way yaqaaneen oo ahlu kitaabku waa soomi jireen carabna way taqaanay jaahiliduna way garan jireen oo soon waxay u yaqaaneen in cuntada iyo raashinka biyaha laga tago iyo galmada biqasti lqurbati ila allahi subxaanahu watacaala kulligoodba waa yaqaaneen ummadahoo dhanba min abina aadam ilaa ummadda nebi maxamed jaahiliyatan wa islaam soon wax le waa la yaqaan oo wuxuu ahaa in cunitaanka iyo cabitaanka iyo galmada laga tago adoo ujeedadu ay tahay allah aad ugu dhowaato soonkan iyo afxirkan darti adaa rabbi ugu dhowaatay waa la yaqaanay saasaan loo faafaahinay soonku marka sabab buu leeyahay rugnina wuu leeyahay shardina wuu leeyahay waxyaaba jebiyana wuu leeyahay intuba aayadahan qur-aanka way tibaaxeen soonka sababkiisu aayaddii baa lagu sheegoo faman shahida minkum shahra falyasumhu baa lagu sheegay sababkiisu waa maxay waa inaad ogaato bishu inay gashay waashuhud huna wa alxuduur waalcilmu bilhilaal faman shahida minkum shahra ninkii bisha ka qayb galo jooga bimacnaa waa ruuxu ogaada ama arka unbaa loo jeedaa shuhuudkii hadda safarka iyo iqaamada ahaa ii dambeeyey idan laba warun baa jira keliya sababka soon uu ku waajiyay ummadda uu ku qabto waa in bisha ramadaan dhalaato la arko aragtidaasi marka ma in la ogaado unbaa adduunka meeshay dooni ha laga ogaadee in bishii ramadaan ay dhalatay oy wujuud ka timid in la ogaado unbaa mise waxaa weeye mukallaf walba qudriga iyo gobolku ku nool yahay in lagu ogaado labadaa madaab baa jira adduunka ka jira madaab wuxuu odhanayaa ama austreeliya ha laga arko ama beriga eeshiya ha laga arko ama raas casiir ha laga arko ama nairobi ha laga arkee mar haddaad ogaato in maanta ay ramadaan tahay caawana ay awalu yowmi awalu leylati min ramadaan ay tahay waxaad soo gelaysaa faman shahida minkum shahra falyasumhu sumu liru'yati wa afturu liru'yati nabiga axaadiisiisi maxaa yeelay alru'yatu huna aragtida bisa ma aha ee alcilmu baa yaa soo galaya salaaduhu waa sidaasoo kale waqtiga inagoo ogaanay inuu galay baan aadaanka ku raacnaa muwaadinka inoo aadaami salaadi way gashaan leenahay waaqimi salaadii waa la galaan leenahay haddiiba salaadii lagu kaaftoomay muslimiinta qayb ka mid a xugtoodii ogaalkoodii soonkii oo ka tabarira salaad maxaad moodaa way ru'yada muslimiinta fii aqdaari alcaalam ayaa lagu kaaftoomaya ima halkaasay mareen oo manaadku waa ru'yatu lhilaali fii ayi qutrin min alaqdaar niman xa maya waa maxay waa hawl khaasihe waa in bishii laga ogaado adiga gobolkaad joogto nimana halkaasay ku tageen baxdiga hadda idinku sii mashquul ma hadda waa soomantihiin oo hadda bilow ma joogno marka xilli kaleun baan u dib dhiganaya hal masalan rabaa inaad idin tilmaamo marka ru'yada lagu ogaanaya ramadaan lagu sugahayo hal ruuxu muslim yaa ku filan mise labaa shardi ah mise ramadaan iyo shawal way kala duwan yihiin saddex madhab wey culun waxay leeyihiin bisha ramadaan aragtideeda hal ruuxu muslim oo cadli hadduu arko nagu filan midda shawaal ee soonfurna sidoo kale ramadaan dhammaashihiisa iyo bilowgiisaba waxaan ku kaaftoomaynaa hal ruuxu muslim oo caadil ah nimankaa madhabkoodu iyo asalkoodu waxaa weeye ru'yadu iyo ninkan cadliga ee sheegay bishi inuu arkay afurid iyo soomidba waxaa laga soo qaadayaa waa majra riwaayati waalakhbaar waa khabar maxdi ah waa riwaayo shahaada ma aha mar haddayn shahaado ahayn oy riwaayo tahay ru'yatu lwaaxidi min almuslimiin tajri majra riwaayati waalikhbaari bay taagan yihiin ruux muslim oo cadli hadduu arkay bisha ramadaan inay dhalatay waa ramadaan inay dhammaatay buu sheegay uu shawaal arkay waa ciid weeye
مذهبك مذهب قروح سن واسكول قدودي ولقي كرتوي ومذهب أبي ثور ابن منذر محقين شافعين الحوجيات جماعة من الحديث محدثين أي طاقيرات حتى ورك وحيكون حوجيين حديثي حديث ابن عمر ابن عباس اتقرنا يسال نبي محمد بن مالي مدى سوق الجوانين رمية ويما يقول بشي للرادني مركا نبي محمد وأنا بشاركي مسلمية تها أشهاد وأشهادتي حقيقة كواركتي هل قال كاسان كواركتي نبي عمد أمري إن الله صومه ابن عمر سيدو كلا صورة حديث ابن عباس إذا نمنك وحيد رؤية الهلال صوما وإفطارا وامحي ومن باب الرواية والإخبار هوانك لقى أقبلي وأضمضة لقى أقبلي وأدقيدة لقى أقبلي نيو البوب مكلف عدل لقى أقبلي أو واحد أنا أقول فلان نيو واحد إن رؤيته بش الله أركا هايو صون إيو صون فربا وحاي لما رنا يا مجرى الشهادة مخراتوي مخراتين الله بأم بالاقبتا بش وين الله بروح أركان إن يصون تاي إن صون وين الله بشيغان عيد يصونك بالله باللبانية محي مريان مجرى الشهادة وأشدود ويعدل منكم بيتاقي الله بيكدق باش والله ماني رأيك وذات بضن باقبة واتكور قبتان إما وحيد يوانك لدوينة وانك لدوينة صونك أركتدي سيئ بش رمضان الله الشهادة إذا وحانك سوى قادنا باب الرواية هل روح بان نقفلا لما شيه سئو عيد إن لقل إلي بسكت بالله قمامها هي حلود يا شاه يا ألابيو هيلي بالو قمامة هاي وحبا صوت الصنونة هاي وحيدة هذا وحالها بالله بالروح بالربا نمان كأيوه وتناقضين لكن معنى يفيريين معنى الدقيقة أي إيجيا والذرائع ذا إن لهور يستاقه أمي الدراعين تصون كاللقد أيوه وقمامها فاسقين تلقد أيوه مستور الحال كوركيس أن وحبا لقود السن بأيوه مريان احتياط بيلي مادين لما مذهب مركا وي توسين يونا نوحيدا ومجرى الشهادة بلو يا ضماك با نوحيدا مي و مجرى الأخبار والرواية علم مصطلح كبرتين فرق ولد حي شهادة ايو يا الرواية ماشي شهادة لا أقبله ايو ماشي الرواية لا أقبله ماشي اسكو كل مان ماشي كل تاكان أولاس علم مصطلح كصوبرتين أسطول كوسي نغن ماي إن أنا إذا درينسيو ونساين اسكو خلاف سن هاي وما ربا ماذا كوه الرئية أطور بدن هنا أدلة بدن أو إن لم مريو مجر الرواية نبانك أنه سد راعبا مرينا وحالة تهمة مسلمين تهمة إساءة إساءة ظن بالمسلمين أتكو جرتها روح مسلمة عدلة أو تشالي صونك مرخو كوشيغي أتكو صونتي ما أنت أفورك مرخو شيغي محاكو ديت إن 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 زعون ما إزهادي بداية لماذا وين تراعيسو الاحتياط للصوم حكدرا أطعن في هين في المسلمين شيخ الدوبك وين شيء أتقصه أنت أركت ديسي ما أنت عيد مركو شيء ما حكوا ديسا يعني والله إزقال يا آثاري أدلده رأي غير أبضان تاي لكن ورك مذهبك أه هلك على قاد أركت ديسي إيو 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 دمات كيسا بلو كيسا دمات كيسا لفتو كيسو ما لها وحن نقول ما لها لكن حولي هاي ملحظ مقاسد أه أو حولي احتياط أولي هاي أنه سيدا وصوشا ندوقاتان أيان كربي مسألة أكو سابسا وعلى الذين يطيقونه في الطعام مسكين ما الكاسا كو يستغى ما أنت مسوان يرسع ذا وحيرا أنكو دارو نمان بالله قيمنا الميلة فقو أفردونا نيسان مسألة أكو سابسا وعلى يطيقونه في الطعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأنت صوم خير لكم إن كنت تعلمون آيات داس إن منسوخ طيب اللوبنا في قول جمهور أهل العلم هو محيا أهيد حسحابة كشكي طابعين تكشكي وحيد إنسان كبلو يسي اللي إنسان ما نقول به في الجاهلية عاشوراء إيو مال مال بنقع كسين جرة بالفود اللي سكوا قليه وأنه كو حاجة أقوم بين نقطي لقب سبي أبا أنت يا الليل إذن إله سبحانه وتعالى من لطفه ورحمته وحكم ذا هيد إن ليلي بشر رمضان ضيق قشوه صوما وأنك رب الصوم كهذا ما يسنينك أن تبينه الصوم أنا راشنها بحيو وعلى يطيقونه ضمير كما ركض عليه الصوم كي نكوي كري إن يصومان وحاصر هذا يسن صومين في دي الطعام مسكين مسكين إن يقوديان وما رح فرشان بحيا مركز وحاله وأنت صوم خير لكم إن كنت تعلمون
فمن تطوع خيرا نينك كوريو ورهاشينك مدك ادبحينيسي اد مالك رمضان كبحي لو مدك دغتو لو بكيلا كدغتو وخبا كور وا خير فمن تطوع خيرا نينك كوريو فديه بديه طعامك بديه انت لا ساري كبديه ويخير هو خير الله لكن ما كف عن اطعامك اضو حوق بدل السومي كارينا تونك اسكديسو ود فديه بحسو وخا كخير بدن ان صونتا الى يدي اذا راي الجمهور ايات ومنسوخ وحلقو نسخاي فمن شهد منكم الشهر فليصمه ان كان عذر دار لهين ان مسافرهين ان بكين حنون سنين علك لا ان كسبين ان حيضاهين مانع كقمن ان مرضعي حاملهين اما وايل ان سونك حملي كران ددك عذر دار كلا ان كان وحلقا ربا انو صومه روح اود له وعافيمات قب او صومي كرا ايا سونك اسكدين هذول ربا راشين نبحن ولا نسخير هذه جمال العلم ابن عباس يا جماعة وحيلين آيات منسوخة ما هي وحلوج إذا آيات أي كهل يسابق ده وايل لذا هؤلاء إذا وين أمضي وايل كإدا درت إذا نسهم كريم وحيل كله يخص يسابق إذا هذين جماعة من التابعين والصحابة أي إذا هذين هؤلاء إذا حاملة يمرضي عذاء هؤلاء المن وشينيس سون كانوا ودبي بيو هاي سكا أفرط في دينها بحسو قبر حاملة oo ilmeed uu cabsaneysa ama lafeediba u taag daran soonkuna dhibayo ha iska afurto fidyanaha bixiso dadka afarta yahowshu u taalla bay ilaahdeen waayelada waxa soo galbay ilaahdeen oo lamida ruuxa qaba xanuun aan laga wacaal qabin uu ka kaco xanuun waxaad qabtaa aan la soomi karin xaggana aan rajo weyn laga qabin xagga bini'aadamka marka la fiiriyo qiyaastooda iyo qadarinta qadarkooda in laga caafimaado sida sonkortu mar haday gaadho استيج كذا دحاد أو إربد اللي وجود دور على وش دش سكسي سعيد قاردو ديكر كقيب كم بدعة ده كوضنا هلا جهايو بير كده كحنون صن حاولنا وحاجر عن صن كله حميل كرين رخاتنا أي كليين بكان سعود بعد سكا أنت هتنوش هاي كرين كان سكا دل دل وحبك على قوما إنه ده كان نوع عزة إن رمضان كان أودي كرين حنون كان إنا يكك عن لجر الجقة بوحي لمديهين ويلك عن تتبي هوني دقودي حاملية مرضعي لمديهين ودادنا هالكاسي مريان مركا آياته ومحكمة دادك أهل العلارتين محكمة أطهاي دادك أن عور دارك لهين منسوخة أطهاي بين مريان قوليها أيها هاي ابن عباسات بوقر حسين يعني. لكن آياته ظاهر كده ديدية وأنت صوموا خير لكم آيات الماما يسا آياته نيكاها لإسكالية دادك قادرين تكري كرئين الصومان وعلى يطيقون قراءتك كجرة فربنا وذكرنا إنسان قراءة هذا وعلى يطيقون مر كانوا آخرون مرة وحوي وحياد ظاهر كنت هاي ذاتك أودي كرئنا الصوم بعيد وكه الله يسأل بالدليل يطيقونه إيوه يا وأنت صوموا خير لكم قال كتمت أو خاتمة عيادة كتمت مركا ومنسوخة يا منسوخة ما على سكوا يا رأي مركا جمهور ومنسوخ رأي جمهور غير كنا ومعي وغير منسوخ مسألة مركو كصابسا أحل لكم ليلة تسام الرفض وإنت أنا كتجين إنت أنا مسألة كلا وجود بن أيان وحان ربا إن أنت المامو أحل لكم ليلة تسام الرفض إلى نسائكم إلى آخر الآية أيضا وحي عضي نساء هذا لك أن قصوا بالله بورك أها كما كتب على الذين من قبلكم إن منسوخاتها أيضا ضمبين نسخين او تشبيهها صونك ان لو شبه صونك اهل الكتاب او في الزمان والوقت والصفه والكيفيه لانه حل لو حكوتسيس شيء ممنوع ان لبنيه شهر لا احرم لو ديده يا لبنينيا هبين بهدي هرد كل تقتو عبيتان يعنتان يقلوا حرام باي اهي وانا صونك سي مركه هره لبلاب سدو اهان جري وحلا كدنبيس مركه وحل مرك على هذا الرأي وحين نقول إذا ناسخة للآية الأولى ما كان رأيك آين مره وحاكو لو كجرة آيات وحي عديس قيب تورو عديسي إن لسكو فصحي هبين كرمضان لغو فصحي قلمضا إيها ولها دمرك بطريق المنطوق وحاد كفهم إيسا من بطريق المفهوم الأولوي وفحوى الخطاب كذو تقانين وحتكفى ميسا إن هبين هدي لقار عبتان وعنوتان بكوفة سحين
وحكيت كقاطي وحن كفهمات روح إلا لكم ليلة صيام الرفث إلى نسائكم أنت سان كفهمي والأوران كرتا لا كلاقاب بعودي وشيخ ماشين قال ما لغوش شيء عبتاني عيتان لما شيء نطوق دوادات ك اللي وسهل كم حال ليه ذا ها قال ما دي وينيت بهدي لبنا يهبين ها كوب قحوة يحب الثنبوس محمد مدابا ليه من اسفانو حنوجد بطريق المنطوق والتنصيص بالغب ان يقال ما احل لكم ليله صيام الرفث الى نسائكم منطوق اسق وحد كقادن كرتا مفهوم اولويا او اه وحي قلمه بنيي هم وحي كيرانا اسك بدا والعب صغير هذه بهبينك رمضان اي كوب بنانت اي قلمه عبيتان يعنتنا وكوب بنايا من باب الأولوي مفهومك أولوي هايت كفها أنتين وحلا لكم حق الراشين كي عبيتان كأها بإله مر لبعد عديي وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل بالليل لو قربا مرك الله عديو الله شرحي عنتان كي عبيتان كي إن وهبين كي إن وبنايا سيلو عدي مرنا عرف قال ودك شيء مرنا وأن الله سربابي أو حالوه سنعمي قال ماذي بالوه يا الله قل راي معناها إناد إناد فانتين بروح نوتشي إنت أمر نوتشي ذا مسألة يقول ضم بيساء إن كجبع عش كلمة ما أنت وحوي مفهوم قول تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وإذا أنت يرى من الفجر آيات أنت ذكر صنعت بكدم بيسي بروح حسود دقي صحيح البخاري يقول جرت مسانيد السنن قد قرن يسار حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود انت سامر قرن سودت ثم اتم الصيام الى الليل من الفجر ومغنيت سيد الله ربي غير اولي الضرر سوره النساء ما قرن يسار اي ودن بيس تون ودن بيس صحابه مركم حيسمين جري واغوري انت من الفجر ايسن ايمانين الخيط الابيض و ومالينكي الخيط الأسود نواهبين كمقدقيسة ساسا لغا ودا لغا عربية قراشنا ساسا يهيد أنصارنا ويتقان مركو حيوقاتين جماعة من الصحابة وحيوقاتين كما في صحيح الحديث كسال من سعد اتقرنا إسال في السنة حيوقاتين بإنو أي تهي لبال ليلان حيدا صحابة لقطان هذا هبين بادين لقاره سحورنا سور دواته لقطان حرق عط إيو حنكو حرق جري إيو حرق مدو لغا اللقوط وأنت كسحورا وافيرين وحمارك تسكوت وافيرين إلى حرق عضاء أرقتو قري مجد أقولي أتك أرقتو أما أظن ميل مجد أفرد يولي وحليت هاي لما قارن لم يتبين ليلا كعضاء كما عضاء ولا كما فهم كيم مذوبة وحوقاتين هجام ذا سي ليلا كاسي حركها من عدي من نمذوبة وقات الله يسكي حريتري سند كذب يسودكت من الفجر بعد ما من الفجر سودكت يبا وحصوه اسلم عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه وركه ورئيس حال وروه مهي من الفجر انت مغنين وروه مهي نبي محمد بو يمد بو اسلام دين تبا الله شرحي صون كبال لفانسي وسكتكي آيات دبا اصغنا اخرية سيدي هروق قاتي لبهو قانو وين بسوقات من عديها من نمدوية بركنت وازق الشغي وسكت صحوته وسكتو كذا لابد هو جانبو في رأبك أنت وح ولي لابد حرق واسكم مثل لابد هو جان مركز سكور نبي يقول نبي الله وحوري وحي هذه الشوكة ترى وان فهمي بقول حديث بس لا كله وحي هذه الشوكة ترى وان فهمي وانا وري لكن حقوق وحاجة إيش قال قالي الخيط الأسود من الخيط الأبيض باع علي يغايستا أم حافظ ما يسي لابد هو جانو من نم دوية من نعدي أن تنقات يا مبارك أنت قش هذاي إلهي كلا بحانا واسك سحورا هاي نبي قوة قصلي وحول وحلو كي ذا هبين كأي وحلو كي ذا ضرارته ما ها حرك له مشي ذا ميادن وشي ذين بوري من الفجر إلى هينو يلحقي كام مرت تاسي مدة كلا بوري هدي هبين يا مالين ببركن تابو أي قريصي إن وسادك العريض إن وسادك العريض ما ها تمل قلت ما يحد عدي إنو هن ما نقابل من أعقى الناس وأذكاهم بؤها صاحب فتنة وذكاء بؤها صاحب عقل وعلم بؤها لكن أبو حليه مفهوم كانت كو خلدانتي
habeen iyo maalin yaa laga wadaay habeen iyo dharar barkadaada qarin karta intaad soo qaaday baad habeenkii iyo dharaarta waxaad gelisay barkinta hoosteeda barkinta marka qarin karta habeen iyo ma dharar waa maxay waa barin kan aad u weyn oo u baahan tahayba ilaahay inuu abuuro may aadamu samayn karin saa darteed soo dhow waa baryo sacabo laguma qariyo nabigu qadiyadaas u jeedaa ma aha duritaan shurax badan baa ku khaldama habeen iyo dharaar laguma qariyo way barkin ma geli karaan abyadkuna waa dharaartii asudkuna waa habeenkii sidaa u fahan macnaha asagaa aad garanayso caanba iska ah ayay salafku isku khilaafeen jumhuur ahli cilmi waxay qabaan ثم أتم صيام إلى الليل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وحلقوا ضوئي لهذه طلوع الفجر السادق الثاني أوقت اللبات دلاع دلاع ضبا راشنك واكا حاران صنع واجبي سلاسة جمهور على المقام إذا أبت أفرطاء علماء البلان كيد صدقوا صور نقانتين إذ كرر نقانتين سلاسة أيضا نصحا لكن خلاف معتبر صائغة جرة أو إسحام نراهو يؤجري أنا أقول مقابا لكن إنك يقول خلاف سيدا أمرا مدورا هايبور سون سوق لنا ديه مايو فيديا الأولى ديه مايو ما دين سمان أوران مايو ومسألة خلاف كفران ياي ولذلك أخطأ ابن قدامة مركم مسألة كساري خلاف كصائقة حابتك أكو قصلو بحيري ابن قدامة مقولك سيدا سكولي ياي إسحاق نساس ولي ياي إسحاق باكس حنبوري ورنتي جماعة من السلف أبو بكر كمدياي أبو بكر الصديق سيدنا عثمان بن عفان ابن عباس ابن مسعود علي بن أبي طالب حذيفة بن اليمان جماعة من الصحابة طابعون مسروق كمدياي أعمش كمدياي ونك الأورنجري أبو وائل كمدياي بلغ السوق هذا فرق بطن يقول حي كنت الخيط الأسود يا الخيط الأبيض وحالك وضع ogtu inay dilacdo bas ma ahee waa inay si fiican u dilacdo iftiinkeedii wadooyinkii guryaha u soo galo waagu si fiican u bariyo sayyidina cali baa intuu salaadii subax tukaday markuu ka baxay yaa wuxuu yidhi alana tabayana alkhayt alabyad min alkhayt alaswad markaynu tukanayni weli maysa kala bixin buu bimacna waa la suxuran karaa buu leeyahay acmash baa wuxuu yidhi haddaanan ka baqayno shuhuro ana ka baqaynin intaan suxuurto intaan tukaa salaada subax oo maqra dheer ku akhriyo yaan kadib suxuuran lahaa xudayfa sidoo kale yidhi saxaaba badan taabiciin badan baa sidaa ku tagay waxay leeyihiin alkhayt alabyad waa maxay oo dharaarta waxaa laga wadaa min alkhayt alaswad ilaa ay ka socoto ay kala cadaato oy kala socmaan waa ilaa qawiyaha sal madaxooda iyo geedaha fiidooda iyo guryaha daaqadahooda iyo wadooyinka uu iftuunku maro oo la arko baashan heen wowga weli ma kala cadaanin bay dhaheen adaankaag labaad wuxuu kuma cadaanin wuxuu ku cadaanayaa iftiinkii waa beri uu iyo dharaartu inuu meel looba gaaro walidaa abubakr wuxuu oran jiray markuu suxuurtu adaanku soo dhow yahay ama waagu uu soo baryo albaabka ii celiyana suxuurta ka dhammaysanayo albaabka ii celiya intaan suxuurta ka dhammaynayo wuxuu ka baqaya intay si fiican u cadaato in albaabka uu furan iftiinku soo galo haddii laakiin iftiinku kuu cushan yahay albaabka hadduu ku iftiin fiican kuu soo geli maayo dharaar weyn baa meesha kaa kicin karta maad fahantay khilaafkaasu culusna waa jiraa waa midku marka kaleeyahay asxaab nurawiyo kaleeyahay anigu ma qaba buu waxaan qabaa sida axaadiistu u badan tahay nabiguna ku fasiraan qaba laakiin akaabiru saxaaba waataabiciin baa fahamkaa fahan ka duwan qaatay أحاديث سنن كجور نبي محمد لو تيرينا عسكدي على خلاف في صحتها إذن هو مسألة خلافية تدار تودا يدو أذان كسعود أما لا أقيم سحور بالله هي حقيقة بتاقية مذهب كائدين شيء حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود لا بد أن مفهوم بها كتيرة وطلوع الفجر الثاني يمئه وإن أدونك نرار نقضه بالسكوة هي intaas aan maanta ku gabagabeyna kelimada insha allahu taala jumcada xigta mustaqbal baynu ku qaban doonaa ta xigtana halkan haddii rabbi nagu simo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.